مرحبا لجميع الحضور، أهلا بكم للمؤتمر الإنترنتي الخامس للسكرتارية التربوية. لنا اليوم لقاء مع أستاذين مفتشين، مفتش ومرشد من السكرتارية البيداغوجية، وموضوعنا هو تطوير طالب متنور نحو سنة 2030. اليوم سنتعلم على الطرق ووسائل وأساليب وأدوات الذي تمكننا من الوصول إلى هذا الطالب، من المساعدة لهذا الطالب. أولاً سيكون أول القسم الأول سيلقيها علينا الأستاذ أيمن زعبي، مفتش البيداغوجية الرقمية. بهذه المناسبة أيمن كان عنده عيد ميلاد مبارح. حبيبي يسعدك أبو شيخ. مبروك مبروك عليك على بال 120 بالصحة التامة. يسعدك حبيبي، شكرا لك كثير، شكرا لك. أنا موشي زعفراني، أنا مدير قسم اللغات. أستاذ أيمن تفضل. شكرا موشي، احنا دائما طبعا أول شيء شكرا على المعايدة، وموشي هو أستاذنا بالسكرتارية التربوية. بيسعدنا كثير انك انت معنا وسمعنا، اكيد بتحكي عربي احسن مني يعني، لان انا اكيد لما بدي احكي محاضرتي بعض المصطلحات باللغه العبريه، فعذرا من المستمعين. عندما اصبح التدريس الالكتروني واقعا استبدلت حقيبتي، الطرائق، الوسائل والادوات، تحررت من قيودي وانطلقت ابدع. هاي الكلمات لقيتها جدا 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 مناسبه للفتره اللي احنا عشناها، بسميها فتره التعلم عن بعد. كل معلم هيك بيقدر يأخذها لعنده ويسأل نفسه وين أنا من هاي الجملة. معك أستاذ أيمن زعبي، أنا مفتش البيداغوجيا الرقمية. شغلي بتركز عملية دمج الحوسبة بالمواضيع بمساعدة المفتشين المهنيين. عنوان المحاضرة تبعتنا اليوم هي تطوير طالب متنور نحو سنة 2030. عشان نتطرق لهذا الموضوع في عدة أسئلة. السؤال الأول راح نسأله هو كيف الطالب راح يتعلم سنة 2030؟ بمعنى من سيعلم؟ أين سيعلم؟ متى سيعلم؟ ماذا يتعلمون؟ وكيف راح تتم عملية التقييم سنة 2030؟ السؤال الثاني من بين أسئلة كثيرة، شو هي صفات المعلم سنة 2030؟ بس بحب أقول لكم أنه سنة 2008 كان في كتير من المقالات بتحكي شو راح يصير بعملية الحوسبة سنة 2019، ولما أجت سنة 2019 بين كان في فرق شاسع بين شو كتب سنة 2008 للتوقعات لسنة 2019 وفعلا شو صار ب 2019. عشان نشوف شو بده يصير سنة 2030، أنا بمحاضرتي بالسبع ثمان دقائق راح أتركز بآلية العمل اللي بنعملها إسا في نطاق التفتيش الحوسبي في الوسط العربي، وراح أتركز في موضوع التنور الحاسوبي. باخذ بعين الاعتبار أن جميع المعلمين متمكنين عمليا في تدريس موضوعهم وبمهارات تدريس موضوعهم. شو في عنا أساليب تدريس؟ في عنا التعلم الوجاهي اللي هو أنا حسب رأيي كمان لل 2030 راح يضل معنا. عملياً إحنا عنا بالتعلم الوجاهي عملياً في عنا عدة طرق التدريس، في عنا تدريس من خلال مجموعات، في عنا تدريس من خلال مهمات، وطبعاً في إذا إحنا بنفر اليوم على المدارس بنشوف في مدارس عندها بكل صف في باركو، في عملياً بحاول المعلم يمرر مهارات معينة أو مهمات محوسبة أو هو بناها أو المفتشين بنوها أو موجودة في كتب محوسبة. طبعاً وضع اعتيادي أن التلاميذ يكونوا في الصف حالياً، وضع اعتيادي أن التلاميذ برضو يكونوا في غرفة الحاسوب، وهذا عايشينه في الفترة اللي إحنا عايشينها هسه. الفكرة اللي إحنا قاعدين نحكي فيها وإحنا بنحكي عن طالب، بالآخر أنا بدي طالب متنور. عشان يكون عندي طالب متنور يجب يكون عندي معلم متنور بمفهوم متنور حاسوبياً بالمفهوم تبعي.
طبعا اكيد متنوع في المواضيع اللي هو بدرسها. كيف هذا بيتم؟ عمليا المعلم بيهتم، احد الاساليب هي تطوير اساليب التفكير عند الطلاب. اذا انا بطلع على المعقال الدائره الاخيره، عمليا هو بحاول يطور اساليب التفكير من خلال استخدام ادوات محاسبه. احنا في الوزاره حاولنا نطور عده تقنيات عشان نصل لهذا الهدف. انا طلعت اوكي. عملنا عده تقنيات عشان نصل لهذا الهدف. عمليا في عندنا مسماخ سميناه الاوريونو الديجيتاليت، حكينا عن الاقسام تبعته، عملنا دورات كثيره بدمج الحوسبه، عملنا منصات عشان المعلم من خلالها يقدر يعمل مهمات محوسبه لطلابه، وعده مشاريع طبعا تسمعوا عن تخون فيرتوالي وعده مشاريع بهذا الامر، بالهدف بالاساس بدنا نصل لطالب متنوع. انا ذكرنا التنور الرقمي. عشان نقدر نتعمق بالموضوع لازم نشرح شو يعني التنور الرقمي. هو القدرة على استخدام أدوات تكنولوجية رقمية ومعرفة متى وكيفية استخدامها. الهدف الأساسي أنه بالآخر يطلع عندي ولد بيقدر يستخدم الأدوات التكنولوجية في حياته اليومية. إذا أنا بتطلع بتعمق بهذا الأمر، عملياً في عندي معلم يستطيع تدريس موضوعه، هو بيعرف كيف يدرس موضوعه، ولكن إحنا بدنا معلم أكثر يتقن استخدام الأدوات التكنولوجية في تدريسه، وساعتها هو بيقدر يلائم نفسه ويلائم الطالب للعصر. يعني إذا المعلم ما لائم نفسه في الأدوات للعصر، ما بيقدر الطالب يتقدم ويكون يقدر يفهم شو هاد الأدوات وكيف يتم استخدامها. تعالوا نشوف، أجت بمعفار بسموها بالعبراني بمعفار حاد، مرة واحدة صادفتنا أزمة الكورونا وانتقلنا للتعلم عن بعد. بالمرحلة الثانية بمرحلة التعلم عن بعد، كل المدارس كانت في مدارس عارفة أنه لازم كل مدرسة تفتح البيئة التعلمية تبعتها، لازم تعمل من خلال البيئة التعلمية درس غير متزامن، دروس متزامنة. وطبعاً إحنا في 19/4 نشرنا مجلة شرحنا فيها بالضبط شو يعني دروس غير متزامنة، شو الأدوات استعملناها في الدروس الغير متزامنة، شو الأدوات اللي استعملناها في الدروس المتزامنة. إذا أنا بدي أجي على درس متزامن، تعالوا نفكر مع بعض. درس متزامن عمليا أنا كان في عندي صف، تحولت من صف لتدريس في داخل غرفة زي الزوم. طيب أكيد التقنيات والمهارات الحوسبة اللي بدي أستعملها بقلب الزوم عشان أقدر أعمل دافعية للتعلم عند الطالب، وعشان أطور المهارات التفكير وأطور المهارات تبعت اللغة تبعتي، أنا بحاجة لمعلم غير. أنا بحاجة لمعلم تكنوبيداغوج اللي يقدر يتلائم نفسه، مش بكفي أنه يفتح الغرفة، ولكن شوف شو هاي المهارات، يطور نفسه من خلال هاي المهارات. إذا أنا باجي برضو في المواد الغير متزامنة، لما معلم ببعث مهمة لطلابه ببعت مواد تعليمية، ولما بعطي مهمة مثلاً بعطي مهمة تعاونية، هاي المهمة التعاونية تكون بيئة محوسبة حتى تقدر تلائم، ما كله اسمه التعلم عن بعد. فعملياً انتقلنا من طريقة تعلم معينة لعملية تعلم مرة واحدة اللي هي صادفتنا التعلم عن بعد في فترة الكورونا. حالياً وركزنا غاد، مهم جداً نركز على الأدوات اللي احنا نستعملها في التعلم عن بعد عشان نقدر نطور التعلم بالعشرين 30 دقيقة اللي بنكون فيها بدرس الزوم مع طلابنا. معناته شو احنا لازم نستفيد؟ أول شيء المحافظة على تجربة استخدام أدوات التعلم عن بعد، لازم نحافظ عليها. اثنين، تطوير مهارات المعلم الرقمي وأساليب التدريس. وهذا كل واحد معلم اليوم يقول شو أنا بدي حافظ وكيف اليوم بدي أطور نفسي. رجعنا على التعليم. طيب في حلين، الحل الأول أو نرجع كيف كنا، الحل الثاني نبلش نفكر في نماذج عشان ما يصيرش شو صار بال 2008 شو صار بال 2019 كان ناتج تبعه. بينما
اللي ب 2019 يتحول لإشي إيجابي بال 2030 عمليا في عندنا نموذج الصف المعكوس. شو هذا النموذج بحكي؟ هاي الخارطة بتأرجي عمليا من وجهة وجهة الصف المعكوس من وجهة نظر الطالب اللي احنا بنحكي عنه. كيف يعني؟ تعال نحكي من وجهة نظر المعلم. انت قدامكم الخارطة تبعت من وجهة نظر الطالب، من وجهة نظر المعلم، المعلم في البيت بيضلوا كأنه بعلم عن بعد. في عندي بيعطي للطالب مهمات تعليمية، بيعمل معاه دروس في البيت من خلال زوم أو درس إلكتروني، بتباحث الطلاب مع بعض، ولكن لما بيجوا على الصف بيجوا عشان يناقشوا، عشان أول إشي نحط كمان مهارات جديدة اللي ما استطعنا أنه نلمسها بالتعلم عن بعد. يعني لازم يكون دمج ما بين، بينما يعني عمليا العملية التعلم الرئيسية بتبلش عن بعد بأدواتها التكنولوجية الحديثة، وبالصف عمليا بالمواجهة بين المعلم بين الطلاب مع بعض بتم عمليا التعمق في العلم واستنتاج بعض الأمور اللي ما قدرنا نجاوب عليها من خلال التعلم عن بعد. هاي الشغلات عشان تقدر تصير، المعلمين بالتلخيص عمليا لازم يكون عندهم مهارات تقنية اللي دمج استخدام الأجهزة الرقمية في التدريس. هون عندي ثلاث ملاحظات أنه اللي أنا بركز فيهن شو بيصير عشان نقدر نعمل التعلم المعكوس. حاولت بالسبع دقائق لأنه أو السبع دقائق اللي عندي أن أحكي عن التعلم، عن أهمية استخدام الأدوات التعليمية في التعلم. بس برضو اليوم اللي بيشغل كتير الوزارة هو عملية التقويم عن بعد، وكيف التقويم بده يكون سنة 2030 أو بلاش. يعني إسا اليوم كلياتنا تشوفنا الجامعة، طب كيف تقيم الطلاب؟ إحنا اليوم نشوف كتير معلمين بيسألونا كيف عملية التقييم بدها تصير، والمعلمين بلشوا يبدعوا فعلا، كل واحد بلش بطريقة أو بأخرى بعملية الإبداع في عملية التقويم. في أحد الطرق اللي هي عمليا بتسمى عرقة مع تسافد. مثال، أنا بقدر أعطي مسمات عرقة بسيطة، بعدها من خلال طبعا زي بلاتفورما زي الصف التفاعلي او ماي تيست بوكس، بهاي المهمه عمليا مردود الطالب الولد بحل هاي المهمه، المعلم بيشوف النتائج بناء عليها بيعمل رقمه كانت او مهمه اخرى على سيريو التعلم عن بعد. هاي احد الافكار اللي عمليا بتتداول انه يكون في عندي عرقه مع تسافد فترات قصيره عشان يكون عندنا إيه، نشوف الولد هل فهم المادة اللي إحنا علمنا إياها ولا لا. طبعاً أنا إيه عشان إيه ما في معنى أستاذ الياس إيه بدي أعطيه كمل من ناحية يعطينا أمثلة كيف إمكانية تمريق إيه أداة بسيطة عشان نطور التعلم من خلال درس تزامني. اتفضل أستاذ الياس. طبعاً أستاذ الياس هو مرشد ومرشد اللغة العربية. مساء الخير. أيمن معروضتي ظهرت؟ أيوة نات. أيوة. إذا ما شكل لك أيوة أيوة. سأتحدث في القسم المخصص لي عن توظيف أدوات رقمية خلال اللقاءات المتزامنة وغير المتزامنة أو في منظومة التعلم عن بعد، والهدف في ذلك هو من أجل السؤال الذي يظهر أمامكم: لأي عصر نجهز أبناءنا؟ لعصرهم أم لعصرنا أم لقرن قد مضى؟ بالطبع لا نريد أن نربي أجيالاً لعصر الثورة الصناعية، لأنهم سيعيشون في عصر الابتكار، فهؤلاء ولدوا في بداية هذه الألفية، فإنهم ينتمون إلى جيل جديد يختلف
يختلف حول تسميته، وتعد التسمية الأشهر هي جيل الزد. الحياة التي سيعيشها ويتعامل معها هذا الجيل تختلف عن الحياة اليوم، والمهارات المطلوبة بالنسبة لهم ليتمكنوا من إيجاد فرصتهم مختلفة أيضاً. يحتاج هذا الجيل إلى مهارات الإبداع والابتكار أكثر من أي جيل مضى، وذلك بسبب انتشار المعرفة وسهولة الوصول إليها، مما سيقلل من أهمية تحصيلها، بينما ستصبح القدرة للوصول إلى حلول إبداعية واحدة من أهم مقومات النجاح والتقييم. وهنا أذكر المعايير ذات الأهمية، وهي كيف يمكنك الوصول إلى حلول إبداعية، وأي من هذه الحلول يمكن تكراره والاستفادة منه، وما هي أهميتها في استهلاك الموارد الموجودة. علينا تبني ثقافة تساعد وتساهم في توليد المزيد من المبتكرين. الابتعاد عن تعليم يرفع من قيمة الإنجاز الفردي، والتركيز على العمل الجماعي، لأن مشاكل اليوم معقدة ومن الصعب أن تبتكر لها حلولاً بمفردك. الابتعاد عن التركيز على التخصص وتشجيعه، لأن الابتكار يتضمن الانتقال بحرية بين العديد من المجالات والجمع بينها لإيجاد الحل المطلوب. بالطبع الابتعاد عن التعليم المعتمد على الانصياع، ومن واجب الطالب أن يتماشى مع ما يريده المعلم. ترسيخ ثقافة الابتعاد عن المخاطرة، لأن الابتكار يقوم على المخاطرة والتعلم بالتجربة والخطأ، وأنه عليك أن تفشل أحياناً حتى تصل إلى الحل. الابتعاد عن التعليم المعتمد على التلقي وتعويد الطالب على استهلاك المعرفة وتلقيها، والتركيز على إنشاء المعرفة، لأن عملية الابتكار ترتكز على الإنشاء والتكوين والبناء. الابتعاد قدر الإمكان عن الحوافز المادية مثل العلامات والتقييم، والتركيز على الحوافز والدوافع الداخلية، لأن الإبداع والابتكار بحاجة لتنمية الفضول والرغبة والاستكشاف. لهذا توجد ثلاثة محاور ليتأكد المعلم من أن المادة المعطاة في التعلم عن بعد يمكن أن تساعد الطلاب بالخروج بنتائج تعليم مرضية طويلة الأمد. وهذه المحاور تتمثل فيما يلي: المحور الأول الحضور الذهني، حيث يتم تصميم المادة والفعاليات التعليمية بشكل يمكن الطالب من طرح مشكلة ما واكتشاف الحلول المناسبة لها، وذلك عن طريق الحوار والتواصل بين الصف أو المجموعة لاكتشاف حلول ممكنة، ثم تجميع تلك المعلومات وإعادة طرحها على شكل حلول مناسبة ومتعددة. أما المحور الثاني فهو محور حضور المعلم في عملية أو سيرورة التعليم، ويتلخص في ضرورة أن تكون الوسائل والأنشطة التعليمية قد تم تصميمها من قبل المعلم، وكذلك حضور المعلم لحلقات أو ندوات النقاش وتواجده لمتابعة النقاشات والتأكد من أنها تسير ضمن الحدود التعليمية المرسومة لها، بما يضمن تفاعل التلاميذ مع بعضهم البعض ومع المادة. أما المحور الثالث والذي يعد من أهم محاور الدراسة عن بعد، فهو محور الحضور الاجتماعي، ويتمثل في أن المعلم مع الطلاب يجب أن يكونوا حاضرين لدعم بعضهم البعض في عملية التعليم، بما يقلل من الشعور بالغربة والعزلة، ويعزز من العمل التعاوني التشاركي
في الإجابة عن التساؤلات ويعزز الثقة بالمادة المعطاة، وكذلك يحسن من الأداء الذهني. سأقوم بشرح أداة بسيطة جداً يمكن أن نستعملها من في المحور الأول، وهو عملية العصف الذهني أو إعطاء حلول من قبل الطلاب أو آراء حول موضوعة ما. هذه الأداة تسمى مينيمتر، أداة رقمية لتفعيل التلاميذ خلال الدرس، بالطبع في الدرس العادي وفي الصف، وأيضا يمكن أيضا بالتعلم عن بعد بواسطة أداة الزوم التي نستعملها الآن. هذه الأداة تسمح بإنشاء استفتاء مكون من أسئلة مغلقة ومفتوحة، ويمكن عرض الإجابات التلاميذ بطرائق مختلفة مثل الأعمدة، سحابة كلمات وغيرها. هذه تعرض على شاشة المعلم الذي يعطيها للتلاميذ. النسخة المجانية يمكن أن يستعمل بها المعلم 3 أسئلة فقط. للتسجيل في هذا الموقع، في موقع مينيمتر، علينا اختيار Get Started for Free. بعد ذلك يمكن أن نختار أن ننشئ حساب بواسطة الجيميل، البريد الإلكتروني، أو بواسطة الفيسبوك إذا كان لدينا حساب، أو بتسجيل التفاصيل، البريد الإلكتروني، الرقم السري، الاسم الشخصي، ثم نضغط ننقر Sign Up. بعد ذلك نقوم بالدخول إلى الموقع بطريقة اختيار Log In، وندخل البيانات الشخصية. لبدء العمل ننقر على كلمة Your Presentations، ونختار New Presentation كما يرينا السهم. بالطبع نعطي عنوان للفعالية التي سنقوم بها في هذا المكان، ونضغط على Create Presentation. لبناء فعالية مكونة من أسئلة متعددة الإجابات، والمقصود هنا استفتاء، نختار Multiple Choice لاختيار سحابة كلمات وورد كلاود، أو فعالية لوح مشترك أيضا ممكن أن نقوم بهذه الفعالية. إذا سؤال متعدد الخيارات، نكتب السؤال تحت كلمة your question، نكتب الإجابات أو المموهات التي نريد في هذا المكان، ثم نختار طريقة العرض التي هي بارز. لكتابة سؤال آخر نضغط على New Slide، شريحة جديدة، نختار مثلا سحابة كلمات Word Cloud، لنسمح للتلاميذ بكتابة أكثر من إجابة نختار ألوم في هذا المكان، ونكتب السؤال Your Questions، ولا ننسى بالسماح بإعطاء أكثر من إجابة. للعرض، للحصول على رابط للمشاركة وعرض فيما بعد النتائج، نختار Configure، نختار Presenter Paste، نضغط على Share أو Export Share. الرابط الأول نعطيه للمشاركين، ننسخه بالضغط على العلامة الخضراء أو الصورة الخضراء.
الرابط الثاني نعرض به النتائج. إذن يوجد لدينا الكثير من التطبيقات التي يمكن استعمالها، مثل تطبيقات الواقع الافتراضي التي يمكن إعطائها للتلاميذ، استخدام المعروضات قلنا، تطبيقات الأجهزة الذكية، فعاليات تعاونية مختلفة، لقطات الأفلام، عرض الطلاب لأعمالهم، كل هذه علينا إعطائها في الدروس المتزامنة وغير المتزامنة التي تحدث عنها الأستاذ أيمن في نموذج التعلم عن بعد الذي عرضه. شكرا لكم. تفضل أستاذ مشي. شكرا لك أستاذ إلياس وشكرا أستاذ أيمن. الذي درسناه اليوم هو إذا أردنا طالب متنور ل2030 علينا أن نكون نحن المعلمين متنورين أيضا، هذا مهم جدا. ودروسنا ستتغير في 10 سنين القادمة. أولا إذا علمنا اليوم في الصف فعلينا أن نعلم ليس فقط في الصف، بل علينا أن نعلم التلاميذ عن بعد، وعلينا أن نتعلم المهارات للتعليم عن بعد أولا، وثانيا علينا يجب على المعلمين تعليم الطالب للوصول إلى التعلم الذاتي. يعني عندنا 3 مهمات: التعلم الذاتي، التعليم عن بعد، والتعليم في الصف. وهذا مهم جدا لكي يكونوا طلابنا متنورين. في النهاية أريد أن أقول لكم، أولا شفنا هون أنه لازم نتعلم لغات كثيرة، لازم نتعلم إنجليزي وعبراني وعربي، وهذا مهم جدا، شفنا هذه اللغات في الحاسوب. وثانيا هذا نداء مني إليكم، إذا عندكم أفكار لكي نصل إلى أهدافنا لنكون نحن متنورين وطلابنا متنورين، فأنا برجوكم أن تشاركونا بهذه الأفكار، ويمكن كلنا سوا نقدم التعليم في إسرائيل. شكرا لكم. شكرا مشي، بمعنى مدير الأخير. شكرا لكم.